ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وحشتوني جدا جدا. تم اغلاق قناة، او خلاص خد 3 سترايكس يعني، قناة طبال الجزائر اللي اتكلمت عليه قبل كده، واللي طلع في فيديو قال فيه انه هيحبسني. انا بقى لا بطلع اقول في الفيديوهات انا هحبسك، ولا اطلع اقول انا بحبس، ولا بطلع اقول الكلام ده خالص. لكن الحقيقة انا بتكلم بضميري. ايه هو ضميري؟ ان انا النهاردة مثلا عمري ما اخطأت في الشعب الجزائري، عمري ما قلت انه في الجزائر بيمشوا يعملوا ويعملوا ويعملوا في الدعاره، واتهمت الجزائر بالدعاره، ولا عمري قلت الكلام ده. بالعكس، انا دافعت عن بلدي لما ردوا قالوا ان احنا بلد رقصات، دافعت وقلت لا، مصر مش بلد رقصات. هو خرج قبل كده وليه فيديوهات معروفه جدا قال فيها انه مراكش فيها دعاره وفيها تجاره اطفال وعمليات بيعملوا يعني ممارسه جنسيه مع اطفال، قال كده. فانت النهارده قلت حاجات انت لا عندك دليل عليها، وهي كلها كذب في كذب، ودنست الحقائق. انا لا ادنس الحقائق، ولا عمري اخطات في حق الشعب الجزائري ابدا. انت اخطات في حق الشعب المغربي، وعمري ما قلت انه وطلعت قبل كده قلت في فيديو ليك برضو انه الملك بتاعهم ده اللي بيقولوا عليه امير المؤمنين. فانت اخطات في ملك المغرب، اخطات في الشعب المغربي، وجيت ناحية شرفهم، وهذا غير مقبول تماما، وانا دفعت عن ده. تعال على الزاوية التانية بقى، شوفوا أنا فيديوهاتي، أنا عمري إلا في حالة الدفاع بس، أما باجي أدافع برد. لكن غير كده لما يتقال أنتوا بلد رقصات بقول لا، ما تقوليش أنا بلد رقصات، أنت عندك كذا وكذا وكذا. لكن الحمد لله عمري ما تعرضت للشعب الجزائري في شرفه، ولا عمري قلت أي حاجة غير إني مختلف معاهم. فأولا إن هما بيسبوني يوميا، ثانيا إن هما بيعادلوا اللي منهم بيعادل الوحدة الترابية المغربية. وقلت كتير، وعندي جزائريين على البيج على فكرة بتاعت الفيسبوك، ودخلوا لي احنا عارفينك وبنحترمك، دول اللي ايه اللي بيقولوا احنا متفقين مع المغرب في الوحدة الترابية. انا قلت اللي مش متفق مع الوحدة الترابية المغربية، اللي بينسب التراث المغربي ليه، هو ده اللي انا ضده. غير كده انا ما عنديش مشكلة مع الجزائري لو طلع قال انه هو انه الصحراء مغربية، وانه اكيد بنات الاهرامات مصريين، ف ما شتمتش فيهم. لكن هو ليه فيديوهات كتير، وطبعا المغاربة عارفين كلامي كويس، ليه فيديوهات كتير بيخطئ في شرف المغاربة، وبيخطئ في الشعب المغربي، وبيخطئ في ملك المغرب، وبعدين في الاخر طلع يقول انا احبسك. وياما عنده فيديوهات كتير اخطأ في حكام كمان العرب كلهم، قال ان حكام العرب بيعملوا وبيعملوا، وان هم يعني كتير قوي ليه فيديوهات، انتوا اكيد عارفين مش محتاجين. وبعدين بيطلع يقول لي احبسك. فيا باشا انا الحمد لله لا بطلع اقول انا هحبس ولا هعمل، انا بطلع ارد بالحجه، بطلع ارد بالحاجات اللي قدامي. وهو ما بيردش على اللي انا بقوله، وما ما بيعرفش يرد على اللي انا بقوله، هو بيطلع بس يشتم في المغاربه وبيقول هحبسك. فا اوكي انا عايزك تحبسني، وريني هتحبسني ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه الحمد لله انا ما بحبش اللي بيقول، يعني انا ما بحبش اللي بيطلع، انا عمري ما اطلع اقول انا هعمل وهعمل وهعمل، ولا اصلا عمري بتجه للسكك دي، لاني عندي حجه اعرف ارد بيها. من حق البني ادم اللي قدامك يقول رايه. انا على فكره اللهم لا شماتة، انا مش بشمت فيه ان قناته اتقفلت، لان انا وارد قناتي تتقفل على فكره، وارد جدا ان انا قناتي عادي جدا، انا بيجي عليا تبليغات كتير، فوارد قناتي تتقفل، ما عنديش اي مشكله، وافتح غيرها وهو هيفتح غيرها، وانا قناتي اصلا كانت انتوا عارفين فنيه، بعمل اغاني وكده. لكن اللي عايز اتكلم فيه انه الكذب ملوش رجلين، ما ينفعش اطلع ادنس الحقائق واحور في الكلام واغلط في غيري واقول ده وده وده. وعشان كده انا كنت اتكلمت عليه في فيديو. لكن غير كده لو كان هو بيتكلم بحجه وبيتكلم بالحقيقه كنت طلعت رديت عليه بالحقيقه. لكن هو الحقيقه اخطا في اهل مدينه مراكش كلهم، واخطا في الملك محمد السادس، اخطا في حق ناس كتير جدا في المغرب. وفي الاخر طلع قال انا قناتي اتقفلت، واعملوا واعملوا. يا عم قناتك اتقفلت، ومش عارف عامل قناه اسمها كوميدي وبيقعد يقول الناس ادخلوا عليها، مش عارف يعني، ما علينا من كل ده. احنا في الاخر ما بنقبلش تدنيس الحقائق والكذب وسب غيرنا. فبالتالي هو قال ان انا مش متربي، وقال ان انا يعني انا الحمد لله ابويا وامي اساتذه جامعه دكاتره، وانا خريج كليه الاعلام جامعه مصر، فانا ما اعرفش مش متربي من انهي منطق بالنسبه له. ده غير اني الحمد لله فنان، انتوا عارفين انا مغني وعندي شغلي التاني، فهو شايف ان انا مش متربي. فا اوكي، هل التربيه انك تطلع تسب ملك المغرب؟ هل التربيه انك تطلع تقول على سكان مراكش ان هم بيشتغلوا في الدعاره؟ هل التربيه انك انت تقول ان الاطفال في المغرب بيتم التعامل معاهم جنسيا؟ هل دي التربيه؟ هل دي الاخلاق؟ طب هل عندك دليل على ده؟ هل تعرف تجيب ادله بتقول ده؟ ما تعرفش. ومدينه مراكش دي مدينه سياحيه ناجحه جدا، ومدينه من اهم مدن المغرب، وسكانها اتعاملت معاهم ناس طيبين جدا، وناس نضاف جدا، وناس راقيين جدا. ده زي ما طبعا انا اتعاملت مع كل
المغاربة من كل شكل ولون ومن كل مدينة، وكلهم عندهم نفس حسن الأخلاق. المغاربة عمرهم ما غلطوا في المصريين، المغاربة عمرهم ما أهانوا المصريين، المغاربة عمرهم ما سمعنا منهم كلمة وحشة، المغاربة عمرنا ما رحنا لعبنا ماتش كورة عندهم وضربونا وكسروا الملاعب على دماغنا. بس أنت عارف إن ده حصل في بلاد كتير تانية، ورغم كده إحنا لا نعادي أحد وإحنا ما بنشتمش في حد. أنا عمري ما طلعت شتمت حد، والمغاربة اللي عندي على اليوتيوب شاهدين إن أنا ما شتمتش الجزائريين أبدا. أنا دافعت عن بلادي، دافعت عن مصر في سرقة تراثها من بعض الصحف الجزائرية، وطلعت دافعت عن المغرب اللي أنا بحبه وبكل أدب واحترام. عمري ما شتمت حد. آه بعمل فيديوهات ساخرة، بعمل فيديوهات ضحك، بعمل مش عارف إيه، لكن عمري ما شتمت حد. لكن هو عنده فيديوهات بيشتم ملك المغرب وبيتريق على ملك المغرب علنا، وبيشتم المغاربة اللي موجودين على اللي موجودين في مراكش وغيرهم يعني. وقال لك برضو المغاربة بصوا يا جماعة بيضربوا بعض على مش عارف ايه، وبيضربوا بعض على ايه، جاب فيديو كوميدي كده يعني معرفش هو جابه منين. إيه، ما علينا من كل ده، اللهم لا شماتة، لكن الحقيقة الحق دايما هو اللي بيستمر. وانا بقول لكم انا ممكن قناتي تتقفل عادي جدا، لكن في الاول وفي الاخر بقول اللي بيمليه عليا ضميري، بقول الحقيقة، بقول الصح، بقول اللي لما طلع سامح شكري وزير الخارجية المصري زار ناصر بوريطة، طلعنا اتكلمنا على ده عادي صح، طلعنا اتكلمنا عليه مش عشان هو في صالح المغرب ولا عشان هو ده في صالح العلاقات المصريه المغربيه يعني، لكن اتكلمنا عليه. هو ما جابش سيره ده ليه؟ ليه ما جابش سيرته؟ عشان طبعا ده ضد رغبته اللي هو عايزها. فبالتالي يعني ما علينا، انه انا مش عايز اصدر جزء كبير من الموضوع يعني للمغاربه، المغاربه عارفين كويس، لكن انا بقول انه هو قناته تم اغلاقها، وارد جدا قناتي انا كمان تغلق، لكن الحقيقه ما بحبش اللي يطلع يعمل فيديو يقول انا هحبس وهعمل واحبسك وممكن احبسك وقاضيك. عادي جدا ممكن كلنا نعرف نقاضي وكلنا نعرف نحبس وكلنا عندنا الناس اللي نقدر نلجأ لهم عشان يحبسوا لنا الناس، فالكلام ده انا ما بعملوش وماليش فيه الحمد لله. لكن في الاخر انا كل الاحترام للمغرب ودفاعي عن المغرب ده بكل ادب واحترام، كل احترام لبلدي مصر، كل احترام لملك المغرب، كل الاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الاحترام لاي حد بيحترم بلدي. واذا طلع الجزائري قال انا بحترم مصر وبحترم الوحده الترابيه المغربيه، هو على راسي من فوق، انا قلت ده قبل كده. اما الجزائري اللي بيدخل يشتمني في التعليقات، بيدخل يشتمني في الفيسبوك، بيدخل يقول على تراث بلدي انه بتاعه، بيدخل يشتم في المغاربه وبيعدي المغرب، هو ده اللي انا ضده. ما فيش حاجه قانونا تمنعنا اكون ضده. بس كده في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، ومستني تعليقاتكم على الموضوع ده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.